إذن من بين مراسلينا الذين معنا في هذه الساعة ينضم إلي مراسلنا خالد شقير مراسل القاهرة الإخبارية للوقوف على آخر تفاصيل حول ما يحدث في فرنسا وموضوع قانون التقاعد. إذن خالد رئيسة الوزراء، أهلا بك أولا، ترحيب مجددا لك. خالد، رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن تقوم بجولات في المدن الفرنسية لشرح نظام التقاعد، يعني ضعنا في آخر التفاصيل حول هذه الجولات، ما الذي تحقق، ما الذي صدر غير هذا التصريح الأخير؟ تحية. هناك الكثير من المحاولات تحاول الحكومة الفرنسية من خلال هذه التحركات لرئيسة الوزراء إليزابيث بورن في المدن الفرنسية إقناع الفرنسيين بأهمية هذا المشروع قبل أن يتم مناقشة يعني هذا المشروع أمام البرلمان الفرنسي في 23 من هذا الشهر. رعد أجواء تبدو صعبة للغاية وأمام الحكومة الفرنسية وسط تحديات من أحزاب اليسار وأيضا من النقابات العمالية الثمانية التي اجتمعت لأول مرة على رأي واحد منذ 12 عام حسب فيليب مارتينيز وهو الأمين العام للاتحاد العام للشغل السي جي تي، والذي أعلن على أن إضراب سيدخل حيز التنفيذ الخميس القادم في 19 من هذا الشهر. هذا الإضراب لن يكون الأول والأخير، هناك محاولات لإضرابات أخرى في 26 من يناير و6 فبراير القادم في محاولة للي ذراع الحكومة حسب الـ يعني الـ المختصين في الشأن الفرنسي، بأن هناك محاولة للي ذراع الحكومة من خلال الشارع الفرنسي. هناك محاولات أيضا من قبل الحكومة الفرنسية في إظهار أهمية هذا القانون، وذلك لرفع الحد الأقصى للمعاشات وأيضا تقليل الخسائر في الميزانية والموازنة العامة الفرنسية. هذا هو ما أكده جابرييل أتال وهو وزير الحسابات الفرنسية صباح اليوم في إحدى القنوات الفرنسية. يبقى رعد السؤال، هل ستستطيع الحكومة الفرنسية أو ستصمد يد الحكومة الفرنسية أمام الأحزاب اليسارية والنقابات العمالية وتحريك الشارع في الأيام القليلة القادمة؟ هذا سؤال طبعا مهم ورئيسي، هل كيف سيكون الموقف بين الحكومة وهذه الجماعات؟ وأنت أشرت إلى نقطة مهمة، أن هذه أول مرة كما قلت أن هذه الجماعات أو يعني النقابات تجتمع على رأي واحد. السؤال هنا يعني كيف يرى المراقب الفرنسي لهذا الواقع في ظل إصرار الحكومة على تنفيذ هذا البرنامج، برنامج التقاعد أو رفع سن التقاعد؟ الحقيقة الحكومة الفرنسية أمام موقف صعب للغاية وتحدي آخر جديد للرئيس الفرنسي لم يكن الأول ولن يكون الأخير، كان أو احتمال أن يكون الأخير، لأن الرئيس الفرنسي في المرحلة الأولى لرئاسته للدولة الفرنسية استطاع أيضا مجابهة الشارع من خلال تغيير قانون كان يصعب تغييره ألا وهو قانون العمل الفرنسي، واستطاع ونجحت الحكومة الفرنسية وسط اعتراضات كبيرة في الشارع. الحكومة الفرنسية في هذا الملف يذكرنا بملف يعني قانون العمل وتغيير قانون العمل. الحكومة الفرنسية تراهن على أن الفرنسيين يدركون أن الخروج في إضرابات ومظاهرات سيعقد الأمور في ظل أزمة اقتصادية يعاني منها الفرنسيين. الإضرابات رعد ستحدث شللا كبيرا في جميع المجالات.